السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات للصف السادس الابتدائي راح نراجع صفحة 102 الموضوع النسبة والمعدل هذه الصفحة طلبوها من عندي وإن شاء الله راح نعيد الشرح مالتها يلا عيني كتبت الأسئلة خليكم وياي وانتبهوا هذه السؤال الأول شو يقول لي السؤال الأول يقول لي أكتب على صورة نسبة في أبسط صورة يعني يقول لي في أبسط صورة يعني صورة نسبة يعني شنو موضوعنا النسبة اللي هي مطيني آه واحد وستة بالعشرة آه إلى اثنين وثلاثين إذا جاني هي السؤال شلون أحله نسويها نسبة شو نقول أخلي البسط واحد وستة بالبسط وبالمقام اللي هي اثنين وثلاثين أول خطوة كل شي ما سويت بس مجرد خليت الواحد وستة بالعشرة بالبسط والاثنين وثلاثين بالمقام هاي أول خطوة نجي على ثاني خطوة ليش خليتها هيك كسر لأن هو قايل لي نسبة النسبة هيك تصير بس مجرد هذا العدد بالبسط و32 بالمقام هذه أول خطوة ثاني خطوة ش أسوي نضربها بعشرة بالبسط والمقام ليش بعشرة؟ لأن هنا عندي ستة بالعشرة لو كانت بمية كان ضربنا بمية يعني لو كان رقم لنا كان ضربنا بمية لكن بس رقم واحد ستة إذا نضربها بعشرة ليش نضربها بعشرة؟ لأن عندي هنا واحد وستة بالعشرة ما دام أضرب البسط بعشرة لازم المقام هم أضربه بعشرة إذا نضربه في عشرة وهاي أيضا نضربه بعشرة هسه شنو أول خطوة سويت خليته نسبة خليت البسط العدد الأول بالبسط والعدد الثاني بالمقام ثاني خطوة ضربته بعشرة بالبسط والمقام يعني العددين ضربتن بعشرة ليش ضربتن بعشرة لأن قايل لي واحد وستة بالعشرة لهنا صار مفهوم راح نطلع الناتج يساوينا خلي خط كسر واحد وستة بالعشرة في عشرة هنا الفاصلة تحركت مرتبة واحدة من جهة اليمين يعني مرتبة عشرية واحدة شوفوا سهل مرتبة عشرية واحدة تحركت من جهة اليمين فصارت ستة عشر في واحد ستة عشر اثنين وثلاثين في عشرة الاثنين وثلاثين أنزله والصفر ينزل صار ثلاثمية وعشرين أعيد الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة حركت الفاصلة مرتب مرتبة واحدة من جهة اليمين شوفوا هسا هاي مرتبة واحدة من جهة اليمين ستة عشر في واحد ستة عشر الصفر والفاصلة تروح أن ينحفن لين تحركت مرتبة واحدة أو ثلاثين وثلاثين في عشرة ثلاثين وثلاثين في واحد وثلاثين والصفر ينزل هسا إذا عدي اختصار اختصر إذا عدي اختصار ايش اسوي اختصر اكو اختصار بين 16 وبين 32 ناخذها على 16 بها وحده وهذه 32 على 16 خلينا نشوف 32 كم 16 بها 2 لان 16 في 2 ب 32 والصفر ينزل اذا ايش قد طلع لنا طلع لنا 1 الى 20 ويريدها هو نسبه فشو يصير هنا نقول هيك نجر سهم واحد إلى عشرين، لازم يسووها هيك لأن هي وهو يريدها نسبة. إن شاء الله افتهمتو السؤال الأول، نجي على السؤال الثاني، صف نفس الخطوة مات الأولى، صفر وسبعة بالعشرة، وهنا آه نسبة ستة وثلاثة بالعشرة. هنا إيش راح أسوي؟ راح أخلي البسط فوق صفر وسبعة، العدد بالبسط والمقام ستة. وثلاثة راح نضربها نثنين ناتن بعشرة عشرة لأن مرتبة واحدة في عشرة وهنا في عشرة نجي نحرك الفاصلة مرتبة واحدة من جهة اليمين نقول سبعة في واحد سبعة وهنا أيضا نحرك الفاصلة مرتبة واحدة ثلاثة وستين في واحد ثلاثة وستين نجي أكو بها اختصار أنا يعني ما دام حافظة جدول الضرب أكو بها اختصار على سبعة بها واحد ثلاثة وستين كم سبعة بها تسعة إذا إيش طلع؟ لأن تسعة في سبعة ثلاثة وستين، واحد إلى تسعة، وهنا يريد هالنسبة واحد إلى تسعة، لازم هيجي تسووها. السؤال الثالث يقول لي أربعة أشهر وثلاث سنوات، هنا لازم نحول من السنوات إلى الأشهر، فنقول آه السنة كم شهر؟ مو الشهر؟ شهر؟ السنة نقول واحد سنة يساوي لنا 12 شهر راح نضرب 3 3 في 12 مين جبت ال 12 لان الواحد سنه 12 شهر فضربت 3 في 12 يطلع لنا 36 36 شنو شهر ثلاث سنوات اذا صارت ثلاث سنوات ايش كم شهر ثلاث سنوات صارت ايش كم شهر 36 شهر 36 شهر هنا ايش راح اسوي راح اقول اربعة اشهر اربعة على اليمن على ستة وثلاثين طلعنا هاي شنو هاي الستة وثلاثين من طلعتها طلعتها من سنة اثنى عشر شهر وضربنا ثلاث سنوات هو قايل ثلاثة في اثنى عشر شهر ستة وثلاثين اذا اربعة على ستة وثلاثين بها اختصار على اربعة بها واحد ستة وثلاثين كم اربعة بها تسعة لان تسعة في اربعة ستة وثلاثين ويساوي واحد إلى تسعة، والنسبة يريد واحد إلى تسعة، يعني هذا السؤال الثالث، أخذوا لها صورة خاطر ننتقل إلى بعد عندي كم سؤال. يلا عيني نجي على السؤال الرابع جايلي السؤال الرابع عشرين غرام وصفر وخمسة كيلوغرام، عشرين غرام، إيش راح أسوي؟ كل واحد كيلوغرام، كل واحد كيلوغرام، إش لنا يساوينا يساوينا الف غرام، نقول واحد كيلوغرام، لأن هو رايده كيلوغرام، يساوينا ألف غرام، زين. إذا هو مطين صفر وخمسة بالعشرة نضربه بألف يساوينا نحرك الفاصلة ثلاث مراتب من جهة اليمين إيش قد صارت عدي هاي هي مرتبة واحدة ونخلي صفرين حتى يصير ثلاثة صفارة صارت خمسمية غرام راح شو سوي راح نقول عشرين وهذا نعم مطينا عشرين غرام عشرين غرام على من على خمسمية خمسمية غرام هنا الصفر ويا الصفر يروح على اثنين بها واحد خمسين كم اثنين بها خمسة وعشرين والغرام ويا الغرام يروح يساوي الناس طلع عنا واحد الى خمسة وعشرين واحد الى خمسة وعشرين والنسبة يريدها واحد الى خمسة وعشرين هاي طبعا كلش مهم هذا السؤال هسا نجي على اليمن على خامسا يقول اكتب كل معدل على صورة معدل واحدة هسا خلصنا النسبة اريد هنا معدل على صورة معدل واحدة مطين 320 كيلوغرام على 8 اشخاص هم نسوي نقسم نقول 320 كيلوغرام عيني على اليمن على ثمن أشخاص إيش سويت هنا ثلاثمية وعشرين كيلوغرام على ثمن أشخاص مجرد هذا خليته بالبسط وخليته بالمقام كل شي ما سويت هسا نجي نختصر على ثمانية بها واحد اثنين وثلاثين كم ثمانية بها أربعة والصفر ينزل إيش طلع عنا أربعين كيلوغرام على واحد أشخاص مو تخلوها أربعين لا هو ليش لازم مقامة واحد لين قايل معدل واحد وحدة إلا مقامة واحد هيش خلوها مو تخلون يساوي أربعين لا سادسا ثمانمية وعشرة بطانيات على تسعين عائلة هم نفس الخطوة اللي أسويها أقول ثمانمية وعشرة بطانية بطانيات على اليمن على تسعين عائلة انتو هسه بس اول خطوة من تسوون البسط هذا بالبسط والعدد الثاني بالمقام هاي تاخذون درجتين او ثلاث درجات يعني الرياضيات خطوات الصفر ويا الصفر اختصرها هاي هم تخلي تاخذون درجة يعني ترى شغلاتك بسيطة على تسعة بها واحد واحد وثمانين كم تسعة بها تسعة لأن تسعة في تسعة واحد وثمانين أنت ما دام حافظ جدول الضرب تعرف تختصر إذا يطلع عنا تسعة إلى واحد لازم تخلون هيجي وتحطون هنا بطانية وهنا عائلة هاي حليت هذا السؤال تأخذ درجة كاملة عليه زين وقتلنا سؤالين هنا هذا السؤال مهم جدا ينام وسام ستة وخمسين ساعة بالأسبوع ما هو معدل نومة باليوم الواحد مسألة وسام كلش مهمة ينام وسام ستة وخمسين ساعة بالأسبوع ما هو معدل نومه في اليوم الواحد إذا شخلي وسام ايش كم ساعة ينام؟ ستة وخمسين ساعة ينام وسام على اليمن في الأسبوع زين هنا أبا مسألة وسام ما بيها رقم بس ما بيها رقمين بس رقم واحد خليت الستة وخمسين زين ايش أخلي بالمق... بال هذا البسط وهذا المقام شو أخلي بالمقام؟ أصفن على السؤال راح أقرأها مرة ثانية ينام وسام وسام ينام ستة وخمسين ساعة في الأسبوع انتبهوا على الأسبوع في الأسبوع ما مطينا رقم الأسبوع إيش مو سبعة أيام أخلي السبعة هنا شوف شلون مسألة حلوة تخبل وسامي ينام ستة وخمسين ساعة في الأسبوع يعني أقسم ستة وخمسين على سبعة هنا شكتب هنا ساعة أكتب لازم تكتبون هنا ساعة وهنا أسبوع زين اكو بيها اختصار اي اكو حافظ جدول الضرب حافظ على سبعة بيها واحد ستة وخمسين كم سبعة بيها ثمانية ليش, ليش؟ لان ثمانية في سبعة ستة وخمسين اذن ثمان ساعة ثمان ساعة على وحدة اسبوع هسه يا وسام ينام ثمان ساعات بالاسبوع يلا خلصنا مسألة وسام نجي على ثامنا اشترى السلمى أربع حقائب بثمن أربعة وثمانين ألف دينار فما سعر الحقيبة الواحدة هنا مطينا رقما إذا شخلي أربعة وثمانين ألف على أربعة هنا شنو أربعة وثمانين ألف أربعة وثمانين ألف دينار على اليمن على أربع حقائب أكو بها اختصار نختصر هنا على أربعة بها واحد ثمانية كم أربعة بها اثنين لأن اثنين في أربعة ثمانية والأربعة بها واحد وثلاثة صفارة ينزلن إذا إيش قد طلع عنا واحد وعشرين ألف دينار على وحدة حقائب هذا خلص الفيديو كله فيديو مهم جدا وركزوا على هذن المسائل الثمانية وإن شاء الله استفاديتوا من هذا الفيديو ويا رب النجاح والموفقية لكل طلابنا